طبعا بالنسبة للنهاردة دعوة كريمة ولفتة طيبة جدا محامين حلوان، ومش حاجة مش جديدة عليهم ولا جديدة على النقيب العام. وبمناسبة الذكرى السنوية طبعا باليوم الكرامة نتذكره النقيب راهن بنفسه وبحياته وبحريته على الدفاع عن نقابة المحامين من الدخلاء من دخول خارج التعليم المفتوح للنقابة. وطبعا دي حاجة مش جديدة بالنسبة للنقيب، وان هو يدافع عن المحامين على مستوى الجمهورية، وحضر اكتر من قضية بنفسه، وكانت طبعا اتكللت الحمد لله بالنجاح وبراءة السادة المحامين محامين حلوان، وان شاء الله دايما محاماة مرفوعة الرأس. والله هو يوم جميل طبعا، انا شايف ان محاميين تقريبا من مصر كلها موجودة النهاردة، هو احتفال جميل ويوم جميل طبعا. واكتر حد هم معانا طبعا هم الست محاميين، وصعب جدا انك انت تبقى كمحامي وتتحط في قضايا او تبقى في مجال زي دوت، فطبعا ايه كلنا طبعا ايد واحده وكلنا واحد. وانا شايف ان الاحتفاليه النهارده احتفاليه جميله جدا وموجود المحامين كلها. الاحتفال النهارده هو تكريم لجميع محامين مصر والنقيب المحامين مصر ونقيب محامين حلوان الذين لم يألوا جهدا في هذه القضيه حتى آلت الى ما آلت اليه من احكام بالبراءه. بصراحة كل محامين مصر بلا استثناء من أول نقيب محامين مصر ونقيب محامين حلوان لم يألوا جهدا في هذه القضية حتى أكرمنا الله بهذه الأحكام العادلة. طبعا أول حد نشكره المحامين اللي هم الستة اللي كانوا في القضية، ثانيا الجمعية العمومية الحلوان محامين حلوان كلهم اللي وقفوا وساندوا زمايلهم، وبنشكر النقيب شعبان زكريا وطبعا وعلى رأس الكل النقيب سامح عاشور، طبعا ما قصرش مع محامين حلوان. طبعا احنا بنشكر طبعا سياده النقيب العام سامح عاشور، وبنشكر سياده النقيب شعبان بزكريا على الاحتفاليه دي وعلى اليوم ده، وبنشكر اعضاء النقابه الفرعيه طبعا اعضاء نقابه محامين حلوان الفرعيه، وبنشكر الجمعيه العموميه لمحامين حلوان عامه.